اليوم راح نتكلم عن فكرة بطولة كوبا أمريكا يا عيسى. كوبا أمريكا مثل ما نعرف فكرة أسست في 1916. مناسبة هذه الفكرة أنه كان في احتفال بذكرى الاستقلال المئوي لدولة الأرجنتين، وصار في اجتماع سياسي وقررت الدول الأربع اللي هي الأرجنتين أوروغواي وتشيلي والبرازيل أنه يعملوا البطولة، لكن هم ما كانوا جاهزين لهذه الفكرة إطلاقا، لدرجة كأس البطولة كان موجود في بلد والبطولة كانت موجودة في بلد آخر. يعني هو القرار سياسي لمشاركة أربع منتخبات فقط. صحيح، والفكرة تطورت من يومها وصار إضافة للبلدان، وللعلم في وقتها كانت الفكرة على أساس أن البطولة تقام كل سنة، فتخيل المجهود الكبير اللي كان يصير، لدرجة أن الأرجنتين وصلت لسنة من السنوات قالت خلاص أنا بأخذ إجازة لمدة 8 سنوات، وثمان سنوات ما ألعب البطولات. لكن هذا السبب اللي يخلي الأرجنتين والأوروغواي عنده عدد ألقاب أكثر بكثير عن الفرق الأخرى بفارق يعني شاسع نوعا ما. بس كان لها مسمى ثاني عن كوبا أمريكا في البدايات. صحيح، كان اسمها كامبيوناتو سودا أمريكانا دي سيليسيانو. هاي لو رددتها أنا 5 مرات أكيد ما بجيب حتى مرتين منها. وصحيح، وأصلا بعد فكرة تأسيس كوبا أمريكا انطلق الاتحاد الكونين بول، يعني هذا الاتحاد ما جاء قبل البطولة، لا بالعكس جاءت البطولة وقيمت لعدة سنوات، بعدين جاء هذا الاتحاد وجاءت مع الإضافات الأخرى. مثل ما شفنا مؤخرا أنه هم عندهم تقدر تقول كان مشكلة في المجموعات، أنه والله عددنا قليل، لأنه هم كنا نعرفهم عبارة عن 10 فرق، فعلى أساس كذا نشوفهم بين السنوات مثلا يستضيفوا اليابان، أمريكا، المكسيك، قطر وغيرها من دول. والحين نشوف مشاركة أمريكا وكندا في نفس الوقت. صحيح، والحين أمريكا طبعاً استضافت البطولة لما كان أيضاً ذكرها المئوية في 2016، والحين تستضيفها مرة ثانية للتجهيز نوعاً ما لكأس العالم. ذكرنا هذه المعلومات الكثيرة، بس سؤال أخير يا عيسى، من ترشح في هذه البطولة؟ هو الواقع يقول بطبيعة الحال الأرجنتين أقوى تكتيكياً، لكن البرازيل انا احس انهم راح يعملوها ويفاجئوا الارجنتين. اقوى بطلة كاس العالم، لكن البرازيل تبقى كرقم صعب في هذه البطوله.